الغواص. انا كنت عارف انك هتعمل كده. يعني ايه هتوديه في ايه؟ هتخطفه مني. تخطفه ده ايه؟ امه. انا هقول له الحقيقه. قالوا لي في الفندق ان انت قدمت في المسابقه. ايوه كنت هاجي لك عشان تمرني. كرمك البنت. بس انا وعدت كريم من حقه يا اخي يشوفني مره واحده بطل. انا مش موهوم يا ملك، انا بطل وهفضل طول عمري بطل. الغواص، عامر منيب، داليا البحيري، على شاشة روتانا سينما. مش هتقدر تغمض عينيك.